السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين زياش وين يفشل حسب الأخبار، وين يفشل في اجتياز فحص الطبي مع غلطة سراي. ما هي الإصابة؟ الله أعلم. لعاب كما هذا لعاب يعني بعد ما نقولوا باللي كان ساطع نجمه مع اياكس يعني وذهبه الى تشيلسي. تشيلسي الناس اللي ما يعرفوش، الناس تشيلسي قليل يعني لاعبين عرب اللي ينجحوا فيها، ديجا ما ينجحوش فيها كاع تشيلسي. شاهدنا وين صلاح وين هرب، يعني وين ميكال مورينيو جابه مورينيو كلش وهرب، يعني في 2016 2017 وهرب هرب هرب ما قعدش ما قعدش هرب هرب من تشيلسي ما نجحش. وزاد التجربه مع زياش يعني ما نجحش. هذه اللي بدا انا هدرتها ونزيد نهدرها. هذيك نقول وين فجرت مصادر صحيفه مفاجاه كبيره بالقول ان صفقه انتقال حكيم زياش لاعب تشيلسي الانجليزي الى غلطة سراي لم يكتب لها النجاح بعد فشل النجم المغربي في اجتياز الفحص الطبي مع النادي التركي. وقال خبير انتقالات والفيرد يعني عبر برنامج يعني ان مشكله في الساق اليسرى تسببت في فشل اجتياز زياش للفحوصات الطبيه مع غلطة سراي، الامر الذي يعني عدم اتمام الصفقه بين الناديين. هذيك تشيلسي هي اللي دارت له كل شيء، وكان هو الفحص الطبي في باريس سان جيرمان فات نورمال، وين اللي حطمته تشيلسي، تشيلسي هي اللي حطمته. وتاتي هذه الانباء لتتعرض مع المعلومات التي تحدثت بها الصحيفة الشهيرة يعني، والذي قال أن الجزء الأول من الفحوصات ذات زياش مع غلطة سراي والتي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن قد سار بشكل جيد بانتظار إكمال الجزء الأخير من هذا الفحوص في غلطة سراي صباح يوم الخميس. وتابع كما قلت في وقت سابق أن صارت الأمور على ما يرام، فسيسافر زياش إلى تركيا لتوقيع عقود انضمامه إلى غلطة سراي، وهي المعلومات التي تتعرض تماما مع تلك التي أطلقها جيني في الوقت السابق. وكان النجم البالغ من العمر 30 عام قريب من انضمام إلى صفوف النصر السعودي قبل أن تنهار الصفقة بسبب فشله في اجتياز فحوص الطبية بفشل معاناته يعني بفعل معاناته من مشكلة مزمنة في الركبة وفق لما أوردته التقارير. وسرعان ما نشر زياش صورة لركبته في الملعب تدريب عبر يومياته بحساب الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي الانستغرام، وعلق عليها ساخرا مشكلة في الركبة حقا. والجدير بالذكر أن النجم المغربي صاحب 30 عام اكتفى بالظهور في 24 مباراة مع تشيلسي طوال الموسم المصاري، قدم خلال 3 تمريرات حاسمة دون تسجيل أي أهداف بمجموع دقائق لعب بلغت 929 دقيقة فقط. تغيظك لعاب كيما هذا ما يلعبش الرب العالي، والله العظيم لعاب كيما هذا لافريك لافريك خسره، والله لا لافريك خسرته على بالك، والله والله لا لافريك يا ولد عم بزاف. والله لا بزاف. عباك يا وقال بالي بيها عباك، حتى المكفوفين تاع المنتخب المغربي وين دشنا المنتخب المغربي لكرة القدم خماسية لمكفوفين ما صار في كأس يعني خامسية يعني في مصاري في كأس العالم يعني 2023 بانتصار مهم على النظير المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بثلاث أهداف لصفر. وسيطر الأسود على المباراة بالأداء والنتيجة، حيث سجلت ثلاثية المنتخب المغربي في مواجهة اليوم عميد عبد الرزاق حطاب، وبذلك تصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة بعد انتصاره اليوم متفوق على البرازيل والتي تجاوزت إيران بهدف نظيف.
ايوا قول لا فيراج خير منهم. والله تغيضع والله العظيم يا زياش خويا، لا نبغيك والله والله يا زياش، لا نبغيك رب العاليه والله لا بزاف زياش والله. واخويا هذه يا زياش والله ما نقولوا بلي زياش لعاب، ها وين والله ما فهمناش كاع والله ما فهم كاع زياش. وين قال لك بلي صايك مع راه صايك مع غلطة صراي، من بعد عاود تنقلبت الدعوة، ما فهمنا والو زياش خويا والله ما فهمنا والو. قعدنا نقارو وقعدنا نقارو زياش وما فهمناش نو مامو. زياش مش هذا قال وين تشيلسي يتواصل اتفاق مبدئي على رحيل زياش لوجهة القادمة. هاي راه وين راح ما فهمنا والو ولعب. انا ما فهمت والو وين تشيلسي يتواصل اتفاق مبدئي على رحيل حكيم زياش لوجهته القادمه. واقترب نادي تشيلسي منافس يعني المنافس في بطوله الدوري الانجليزي من انهاء رحله جناح الفريق الاول لكره القدم حكيم زياش مع البلوز خلال الساعات القليله المقبله. ماذا بينا ان شاء الله. ولم يعد المغربي الدولي ضمن خطط تشكيله تشيلسي في الموسم الجديد تحت قياده المدرب ماوريسيو، وبالتالي سيغادر قلعة تشيلسي. وبحسب شبكة سكاي سبورت والصحفي فابريزيو رومانو، هذا يهدر ديشان، وين تشيلسي تواصل اتفاق شفهي مبدئي للرحيل زياش الى غلطة سراي التركي. رايخ هدرة بزاف. ولا يزال هناك بعض يعني المفاوضات الاخيرة بين ناديين، وكذلك تحديد موعد الكشف الطبي للاعب في النادي التركي. ورغم ذلك يؤكد رومانو أن تشيلسي سينتظر حتى اللحظة الأخيرة في الاتفاق مع غلطة سراي بسبب معرفة مسؤولين بلوز بوجود اهتمام من باريس سان جيرمان لضم اللعاب وكذلك النصر السعودي. والجديد بالذكر أن النصر كان يريد ضم زياش في بداية انتقالات الصيفية الحالية، ولكن تراجع بسبب بعض الشائعات حول إصابة المزرية للمغربي في الركبة وهو ما نفاه اللعاب بعد ذلك. يعني والله الله لا صعيبة ماذا بينا الله غالب. دروك حنا اش غادي نديرو اللعاب هذا، وين غادي نقولو بلي اللعاب هذا اللي ما غاديش تكون سهلة يعني. صورتو الإشاعات، هاد الإشاعات هذه اللي تهلك اللعاب. أنا نقولكم إشاعات تهلك اللعاب هذه هي. يا رب العالية عبدينا روح روح خويا روح غادي تجي ان شاء الله بربي نشوفوه في نادي خاطر باش انا زياش ماذا بيا نشوفه في نادي ضروك باش نستمتع به في كأس افريقيا الجاية. زياش انا ماشي اليوم زياش، راهم الناس ما الضربه تاع ميبان مع اياكس في 2017 2018 مين ربح الريال؟ ربح هو وحده الريال في برنابيو ربحه 4-2 دار التيل فماك. كان قادر مع اياكس لولا الثواني الاخيره مع توتنهام اقصاء بعد ما ربحوا 2-0 وخسروا في بلادهم. كان فماك قادر، كان قادر يديها ويلبدها على الله. ما نعرف على ربي ان شاء الله. ما هو لعاب كبير، نتمنوا له الخير ان شاء الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا
وربي يحفظكم ويحفظنا معكم إن شاء الله.